ومن خصائص يوم الجمعة أنه لا يجوز بعد الزوال، يعني بعد دخول الخطيب، أن يسافر مسلم وقد لزمته صلاة الجمعة، يحرم عليه إلا في حالتين: إن خشي أن تفوته رفقته فلا يتمكن من اللحاق بهم ويدخل في هذا الزمن، لو كانت رحلته بالطائرة يترتب على الصلاة ليوم الجمعة أو صلاة الجمعة أن تفوته الرحلة، هنا له العذر أن يدعها. الأمر الثاني أنه يعلم من نفسه أنه سيؤديها في الطريق في مساجد تقيم صلاة الجمعة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. لكن قبل الزوال، قبل الزوال ثلاثة أقوال: بالجواز، بعدمه، بالجواز المجاهد، والصحيح أنه يجوز قبل الزوال، يجوز. ويدل له ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا كان يسرج دابته فقال: لو لم يكن هذا اليوم جمعة لسافرت. فقال عمر رضي الله عنه: إن الجمعة لا تحبس أحدا، وهذا قبل الزوال.